السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأتي مشاركة شركة تنمية نفط عمان في هذا الحدث الهام وهو الاحتفال باليوبيل الفضي لمعرض الكتاب 25. طبعا هذه المشاركة الثانية بعد المشاركة الأولى في العام المنصرم. مشاركة الشركة تكون في توزيع عدد من المطبوعات الخاصة بالشركة وأيضا التركيز على الأطفال، حيث قمنا هذا العام بتدشين نسخة جديدة للأطفال والتي فيها توعية عن موضوع السلامة وكيفية المحافظة على البيئة. أيضا حملة تسمع مني قامت بتوزيع عدد من المنشورات أو الكتب الخاصة بالمحافظة على ربط حزام الأمان وكيفية ركوب الحافلات إلى آخره. طبعا هذه عن طريق قصص صغيرة تم كتابتها عن طريق الأطفال من العام المنصرم. طبعا نحن مستمرون اليوم، هو آخر يوم في هذا، في توزيع هذه الكتب هذه القيمة. طبعا تأتي مشاركة الشركة أيضا الإقبال الكبير الذي لمسناه في العام المنصرم، حيث أن كثير من الزوار يحاولون الاقتناء الكتب الخاصة أو إصدارات الشركة، فنقوم بتوزيع هذه الكتب بالمجان لزوار ركن الشركة. كذلك يمكن للزوار الراغبين بالاطلاع على هذه الكتب زيارتنا في مركز عالم المعرفة الموجود في شركة تنمية نفط عمان عند البوابة رقم 2. طبعا هذه الكتب متواجدة هناك للجمهور الكريم. طبعا أوقات الزيارة للمركز يومين من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 مساء. توجد لدينا هناك مكتبتان مصغرة لهذه الكتب التي تقوم الشركة بإصدارها بين الفئة والأخرى.